السلام عليكم ورحمة الله ترين، بخير عليكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن الأحوال وفي كامل الصحة والعافية. اليوم جيت نشارك معكم واحد غريبة زوينة، مقادير بسيطة بزاف ولكن النتيجة تكون مبهرة، وهي غريبة ديال كاوكاو المعلكة ومشقة، تتصدق 100%. إلا كنتو تزوروا القناة ديالي لأول مرة ما تنساوش الاشتراك بالضغط على الزر الأحمر سابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبه للمقادير ديال هاد غريبه الكاوكاو، عندنا هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو، داك الاحمر الرقيق اللي غير سخنت واحد شويه باش يتطحلي، وطحنته بقشره ديالو حتى رجع هكا يا بودره، خصو ضروري يكون هكا يا بودره. هنا عندي واحد الكميه ديال الكوك، عندي هنايا تقريبا نص كيلو الكوك، خص يكون حتى هو من النوعيه الجيده، هذاك الكوك اللي تيكون هكا ميدم، تنقبطو هكا شويه في يدينا ولا لقينا هكا ميدم تنعرفوه راه من نوعيه جيده، تيكون رقيق وتيكون ميدم. هنا عندي جوج كيسان ديال سنيده، عندي هنايا نص كاس ديال الزيت، عندي هنايا معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، عندي هنايا ثلاثة ديال لي ساشي ديال بيكين باودر ديال الخميره ديال الحلوه، يعني ما يعادل 8 غرام في 3 24 غرام. هنا عندي لاغوم ديال الكراميل، واللي بغى يدير لاغوم ديال القهوه حتى هي تجي رائعه. عندي هنايا قبيصه ديال الملحه، عندي هنايا 6 ديال البيضات، وعندي واحد الفاني. بالنسبه لتزيين هاد الغريبه، عندي سكر كلاصي سبيسيال، ضروري ما يكون سبيسيال لانه هو اللي تيبقى لنا لاصق فوق الغريبه كاع ما تيدوب، وعندنا واحد شويه ديال المزهر يعني باش نمسحوا يدينا. ندوزو دابا للطريقه باذن الله، طريقه سهله وبسيطه. هنا عندنا واحد الطبسيل ديال الفقاص، وبالنسبه اللي بغى الفقاص انا مازال ما حمرتوش، راه كاين في القناه ديالي، وغادي نخلي لكم الرابط ديالو في مع غريبه، تيجي حتى هو رائع، ويعني وفقاص هماوي اللي تيحمر الوجه، ما تيتهرس ما تيتشقق ما حتى شي حاجه، وتيجي مقرمل. انا نعطيكم السر ديالو. ندوزو على بركه الله الطريقه، يعني في قصريه ولا في بول انا تيعجبني نخدم في هذه، تجيني خدمه مجموعه احسن من القصريه. اول حاجه تنديرو هي تنهرسو البيض ديالنا، والبيض لازم باش يكوننا بدرجه حراره المطبخ، ما يكونش البيض بارد، راه البيض البارد تيخسرنا دائما الحلوه. ندوزو بيضة بيضة، تنديرو القبيصة ديال الملح، فاني، سنيدة، ومعلقة من لاغوم. أنا قلت لكم درت لاغوم ديال الكراميل، واللي بغى يدير لاغوم القهوة حتى هي تجي بنينة، هاد المعلقة بحال هكا. تنخلطو مزيان، حتى تذوب لنا ديك سنيده وتتعلك لنا مع البيض، وهذا هو السر اللي تيعطينا ديك غريبه معلكه من الداخل. كنت هادي تصايبيها في قصرية تتخدمي غير بيدي، هنا تنزيدو داك نص كاس ديال الزيت،
تنزيدوا الكاكاو، معلقه ديال الكاكاو المر، تنخلطوه بشويه باش ما يطرناش داك الكاكاو. خلطوا مزيان لان راكم عارفين الكاكاو تيتكور لنا. الريحه ديال الكراميل مع الكاكاو، يا سلام. بعد ما خلطنا هكا غادي نزيدو دابا داك الكاكاو ديالنا. ودابا غادي نخدم بيدي لان كاكاو تيكون كله محبب. نحاولوا ما نخليوش كاع الحبيبات ديال الكاكاو. هاكا تبقاو هاكا كتل. هنا عندنا بعد ما نسجمنا هذا الكاوكاو وتنحيدوا لنا هاد الكويرات هادو ديال الكاوكاو اللي تيكونوا وداك لاغوم ديال الكراميل والكاكاو، دابا غادي نبداو نزيدو الكوك شويه بشويه. هنا بعد ما زدنا الكوك هذا هو القوام اللي خصها تكون فيه، يعني ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش خفيفه. غادي نخليوها واحد الربع ساعه على ما ترتاح. هنا الكوك انا ما دخلتوش، قريبا دخلت شي ربعه وشي شويه. بعد ما ارتحت لينا العجينه ديالنا هي غادي نزيدوا لها قلنا 3 ديال لي ساشي الخميره. من شربات هذا هو القوام ديالها، هي باش تجيك يعني ناجحه ما تشتتش وما تجيكش قاصحه، يعني العجينه ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش خفيفه بزاف، لان الا كانت خفيفه تيضاعف الحجم ديالها يعني تتولي سايحه. ولا درتيها كانت العجينه قاصحه راه تتجي قاصحه، خصوصا من بعد ما تدوز عليها واحد يوم ولا 3 ايام صافي تتولي يعني قاصحه في مره، يعني غير صالحه للاكل. دابا غادي ندوزو باش نبداو نقورو الغريبه ديالنا. هنا تنبداو ندهنو يدينا بشويه ديال المزهر باش ما تلصقناش العجينه في يدينا، وتناخدو يعني كويره على حساب الحجم ديال الغريبه اللي بغينا نديرو، صغيره ولا كبيره صافي. كبارات بحال هكا ونديرو في سكر كلاصي سبيسيال، دائما تنركز على سبيسيال لان راه سبيسيال اللي تيجي في هاد الامور ديال الغريبه. تيبقى لاصق فوق منها هكاك بيض، يعني ماشي بحال الاخر تيدوب. غير هكا كويرات، يعني ماشي نبسطوهم. ويعني بالنسبه للناس اللي عمرهم ما جربوا الغريبه ديال الكاوكاو وبغاو يجربوها وخافوها ما تصدق لهمش في الفرن، عمرك ما تغمري باللاطه كامله. بحال دابا ديري وحده بحال هكا، ديري لها سكر كلاصي ودخليها للفران وشوفي النتيجه. الا ساحت لك عرفي راه العجينه عندك خفيفه، الا بقات قابطه راسها يعني جاتك مزيانه راه هي هذه، جاتك قاصحه عرفي راه العجينه قاصحه، يعني شنو يمكن لك تزيدي لها.
يا اما تزيدي لها بيضه، يا اما تزيدي لها واحد جوج معالق ولا ثلاثه ديال الكونفيتور الجاري المشمش. ما تزيدي لهاش الماء، ما تزيدي لهاش الزيت، ما تزيدي لها حتى حاجه. هذا هو ما الحاجات اللي يمكن لك تزيديها. تنستمروا هكايا حتى تنكملوا الكميه اللي عندنا كامله. كتلبسوها مزيان بسكر كلاصي، ماشي غير من الوجه ديالها، يعني كامله. وتنبقاو نستفوها في الطاوه ديالنا اللي غادي تدخل الفران، يعني تتولي هكا ملبسه. الواجهه ديالها نحاولوا نهزوا معاها واحد الكميه ديال السكر. نخليو بيناتهم واحد المسافه حيت شويه تضاعف الحجم ديالها، ان فيها الخميره. من بعد ما تنعمروا الطاوه ديالنا دائما تنقول لكم تنجيو هنا الوسط وتنبركوا واحد البركه غير خفيفه هكا. تساعدنا على التشقق ديال الغريبه وتتعطيها واحد الشكل زوين. هكا تندخلوها للفران اللي تنكونوا سخناه من قبل، سخناه مزيان وتنطفيوه وتنشعلو دائما العافيه تتكون من فوق الغريبه. تنخليوها حتى تتشقى وعاد تنشعلو عليها النار من التحت باش تكمل القياب ديالها. خليكم معايا حتى نكملوا الغريبه ديالنا. هنا بعد ما طبطنا الغريبه ديالنا اللاطه ونستفوها بالطبصيل، يعني تتعطي واحد الشكل زوين، يعني هميه ديال المناسبات ديال الضياف ديال كل شيء. وبالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوناش من اللايكات والاشتراكات ديالكم.